بدعوة من الحملة الوطنية لرفع الإغلاق عن الخليل فك كولجيتو وهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني والقوى الوطنية، وذلك للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الأسير المريض بالسرطان سامي أبو دياك والأسيرة إسراء الجعابيص وكل الأسرى المرضى. عايشنا سامي أبو دياك في مستشفى الرملي، الألم الذي كان يعاني منه سامي صاحب العضلات المفتولة التي تحولت إلى جسم هزيل وكيس للبراز وكيس للبون إلى جانبه، هذا يعني أن الأسرى المرضى يعانون الكثير، لذلك وجب علينا جميعا بكل الجهات الرسمية السياسية القانونية الوطنية أن ترفع ملف سامي وأسران المرضى في مستشفى الرملي إلى المؤسسات الدولية كي تفضح جريمة وعنصرية الاحتلال في هذه السجون. سامي أبو دياك والمحكوم بثلاث مؤبدات وثلاثون عاما، حيث قضى منها 17 عاما داخل الأسر، والذي يعاني من مرض سرطان في الأمعاء. وخلال الوقفة التي نظمت للأسير سامي أبو دياك، دعا المشاركون المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية من أجل التدخل السريع لإنقاذ حياة الأسرى المرضى وعلى رأسهم أبو دياك من معتقلات الاحتلال. مطلوب أن يكون هناك تحرك من قبل القيادة الفلسطينية والجهات المعنية بشكل مباشر من أجل تفعيل قضية الأسرى المرضى، وخاصة نحن الآن أمام حالة خطيرة جدا. الأسير سامي أبو دياك المعتقل منذ 17 عام ومحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مؤبدات وثلاثين عاما، الذي يعاني من سرطان الأمعاء، إذا لم يكن هناك حراكا حقيقيا وتدخلا مباشرا من جهات دولية ومؤسسات دولية، أعتقد أن سامي أبو دياك الشهيد القادم من داخل السجون. والجدير بالذكر أن ما يسمى بمستشفى الرملة هو عبارة عن مسلخ داخل غرفة مغلقة مستخدمة لتصفية الأسرى داخل سجون الاحتلال، فهو شكلي وشبه معدوم، وذلك بالشهادات التي يدلي بها الأسرى المحررون. الإسرائيليين عمالهم بيرفعوا شعار إنه العلاج الطبي ومستشفى الرملة وأمور زي هذه، إحنا وقفنا هون على أساس نسمع العالم صوتنا إنه مستشفى الرملة هو مش مستشفى الرملة، هو مسلخ الرملة، هو مجرد يعني غرفة لتصفية أبنائنا داخل المعتقلات الإسرائيلية وبناتنا داخل المعتقلات الإسرائيلية. الرسالة من هون لسامي أبو دياك ولا 1200 سجين يقبعون للعلاج داخل المعتقلات الإسرائيلية، إنه أهلكم وراكم وناسكم وراكم، إحنا مش رايحين ننتظركم لحد ما إن أولادنا وبناتنا يروحوا بكياس سود. هكذا هي أساليب إضعاف الإرادة والجسد على حد سواء، ثنائية مأساوية يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يدعي الديمقراطية، والذي يستخدم أساليب التسويف والمماطلة في نقل الأسرى المرضى إلى المستشفيات. لفضائية الحقيقات الدولية، نور الدين بنات، من مدينة الخليل، فلسطين المحتلة.